الكريم, ladies and gentlemen, السيدات والسادة, أود أن أبدأ حديثي اليوم بالترحيب الشديد بسعادة رئيس الوزراء رومانيا السيد نيكولاي تشيوكا. أعتقد أن حصلنا على شرف كبير بلقائنا اليوم في مجلس الوزراء لجمهورية مصر العربية هنا في القاهرة, ومنذ أن هذه أول زيارة رسمية لرئيس الوزراء الروماني لأكثر من 20 عاماً, فنحن لدينا سعادة وفخر كبير بتنفيذ هذه الزيارة التاريخية, ولا سيما مع أعضاء الوفد الموقرين لتعزيز العلاقات القائمة بين البلدين والتي تنعكس على قوة العلاقات بين البلدين. العلاقة بين بلدينا تعود إلى 170 عاما, ولهذا لدينا سعادة وفخر كبير أن نتلقى ونستقبل هذا الوفد الموقر من رومانيا في القاهرة. أثناء الحديث والنقاش بدأت بإلقاء التحية ونقل تحيات الحكومة المصرية إلى الحكومة الرومانية بالسماح للدارسين المصريين الذين أجبروا على مغادرة أوكرانيا أثناء الحرب الروسية الأوكرانية, واستقبلتهم الحكومة الرومانية بكل ترحيب لمساعدتهم للعودة إلى مصر. بالطبع أثناء النقاش ركزنا على بعض المواضيع لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, وكذلك التبادل التجاري بين بلدينا الذي وصل إلى أكثر من 1 مليار دولار في العام الماضي, ونحن على قناعة أن هذا المجال هو أحد الأسس لتعزيز العلاقات التجارية. وتناولنا كذلك بعض المجالات الأخرى التي من خلالها يمكن تعزيز حجم التجارة البينية, ومن دواعي سعادتي أن أقدم لكم سعادة رئيس الوزراء وكذلك السادة وزراء الزراعة ومختلف الوزارات, وكذلك التعاون في مجال الأسمدة والبتروكيماويات والبضائع الأخرى التي تجد مصر لديها الفرصة لتصديرها إلى رومانيا. وعلى الجانب الآخر نطلب من سعادة رئيس الوزراء زيادة استيراد الحبوب من رومانيا, حيث أن رومانيا أحد المنتجين الأساسيين للحبوب في أوروبا وفي العالم أجمع. وعدنا سعادة رئيس الوزراء تعزيز هذا المجال لزيادة حجم التجارة. في العموم نحن نتطلع إلى المؤتمر واللجنة المشتركة التالية بشأن الموضوعات العلمية والفنية المخطط عقدها في بوخارست في هذا العام, وكذلك نحن نقوم بإعداد كافة الإجراءات اللازمة لعقد منتدى رجال الأعمال بين بلدينا, ونتطلع كذلك العمل الجماعي والتعاوني لزيادة العلاقات التعاونية بين البلدين والاستغلال الأفضل للاتفاقيات الموقعة عليها البلدين, بما يسمح لدول أخرى المشاركة, على سبيل المثال من الجانب المصري, حيث أننا جزءا من اتفاقية التجارة الإفريقية, يمكن أن نسمح بوصول الشركات الرومانية استثمار في القارة السمراء والدخول في السوق الإفريقي من خلال هذه الشراكة بين البلدين. فبالتالي يمكن لقطاع الأعمال المصري الاستثمار في القارة الأوروبية, وكذلك نبحث كل الفرص لتعزيز العلاقات بين البلدين. مرة أخرى أتقدم بالترحيب الشديد للسيدة رئيس الوزراء على زيارته التاريخية إلى القاهرة, ونتطلع إلى التعاون المشترك لتعزيزا لعلاقات التعاون بين البلدين. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سعادة رئيس الوزراء لجمهورية مصر العربية, السيدات والسادة,
من دواعي سعادتنا وفخرنا أن ننفذ هذه الزيارة بعد مرور 20 عاما من آخر زيارة تعزيزا للعلاقات الثنائية بين البلدين. وأنا على يقين أنه بداية من اليوم سوف نستمر في العمل معا للحفاظ على التماسك في العلاقة بين البلدين. لقد تناولنا بعض الموضوعات ذات الأهمية بين البلدين كما ذكر سعادة رئيس الوزراء وكذلك بين وزراؤنا من رومانيا والسادة الوزراء من الجمهورية مصر العربية التي تناولنا فيها كافة موضوعات ذات الاهتمام المشترك وكافة القدرات والإمكانيات المستقبلية لتعزيز العلاقات الثنائية. سعادة رئيس الوزراء المصري، لقد ذكرت سيادتكم بعض المجالات التي تتيح فرص التعاون والعلاقات والترابط بين البلدين، وبناء على ذلك وزيادة على حجم التجارة البالغ 1 مليار دولار، لابد أن نبحث كافة السبل لمزيد من العلاقات التجارية بين بلدينا، خاصة بعد الغزو الروسي على أوكرانيا، وكذلك أتاحت الفرصة للتعاون مع الدول الجوار لصالح كافة الدول، ولابد أن نبحث كافة السبل لتعزيز هذه العلاقات في كافة المناحي التي تؤثر على شعوبنا واقتصادنا في بلدينا. وأنا على ثقة أننا سوف نستمر في تناول كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على كافة الأصعدة، وسوف نسعى إلى مزيد من التعاون لضمان تلبية كافة المتطلبات لكلا البلدين وتحقيقا لتلبية كافة المتطلبات والكميات التي تطلبها مصر، وسوف نفعل قصارى جهدنا لتجنب الأزمة الغذائية، وسوف نرى ونسعى لكافة الفرص لتوفير كافة الاحتياجات المصرية لتعويض كافة الجوانب التي تعاني من النقص والعجز، وسوف نؤكد على قيام دولة رومانيا بدورها في تعزيز التعاون مع مصر والقارة الإفريقية. وقد اتفقنا أننا لن ندخر جهداً لتعزيز الجوانب الاقتصادية في أقرب وقت ممكن من خلال المشاورات الفنية، وسوف نستقبل في بوخارست ونستضيف المنتدى المخطط انعقاده في هذا العام، وسوف نبحث كل الفرص لتعزيز الروابط بين مصر والدول الأوروبية لتحقيق الربط بين الدول في القارة الأفريقية وقارة أوروبا، وهي إحدى الأمور ذات الأهمية القصوى بالنسبة لنا. وكذلك تناولنا بعض الموضوعات لدعم كل من الآخر في مجال الطاقة وبناء القدرات في استغلال الهيدروجين الأخضر، وكذلك دعم بعضنا البعض في تنفيذ التحول الرقمي الحكومي وفي الإدارة الحكومية. فبالتالي من خلال هذا المنظور وهذا السياق يمكن تعزيز العلاقات الثنائية في ظل القيادات السياسية لبلدينا.
ولن ندخر جهدا لتنفيذ هذه القرارات، ولدينا الرغبة القوية في استمرار التعاون معا في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، تأكيدا على إرادتنا لتعزيز هذه المجالات وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين. أود أوجه لكم بالشكر على إتاحة هذه الفرصة لتنفيذ هذه الزيارة، ودعوتنا لزيارة بلدكم الكريم لنرى كيف يمكن تعزيز سبل التعاون. شكرا جزيلا سعادتكم. Thank you.